ياما ياما الفلوس اللي عندك فين ياما؟ مالك يا سيد مخطوف كده ليه؟ زي ما تكون عامل عام. ياما انا عامل عامله ولا ليله ياما؟ في مصلحه عايز اقضيها بيها بسرعه. في الدولاب عندك مطرح ما انا شايلاه. طيب قلبك استنى يا رب اصطب يا رب. سيد ابنك فين؟ سيد ابني؟ فكرك يا زين؟ أنا يا زين وراه بسرعة حاسوا المكان. يا خسارة، كان عندي أمل إن أنت تجيبي نتيجة معاهم. الأمل جوايا ما تقطعش، أنا هجرب معاهم تاني يمكن أجيب نتيجة، بس طمني الأول قبضتوا على سيد شاتمان؟ للأسف قدر يهرب مننا. يا خبر أسود، معقولة؟ ما تقلقيش يا دكتورة، إذا كانت الظروف ساعدته المرة دي إنه يهرب فتأكدي إن إحنا هنجيبه، يعني هنجيبه. طب سميحة أخبارها إيه؟ الدكتور اللي بيعالجها كان موجود عندنا دلوقتي عشان كنا بناخد أقواله. قال إن هما اضطروا يستأصلوا الرحم. ده كان الحل الوحيد عشان النزيف يقف. يا ساتر يا رب. دي متجوزة ما بقالهاش سنة، ودي كانت أول خلفة ليها. يعني عمرها ما هتقدر تخلف تاني. يا حبيبتي يا سميحة. للأسف عارف يا دكتور. وريت تدعي لها لأن الدكتور بيقول برضو لسه حالتها صعبة. ربنا معانا ومعاها وينتقم منهم يا رب. ألو يا شوشة، طمنيني. البوليس كان عايزني في إيه؟ ما قالوش كان عايزني في إيه؟ يا ستة هو في أي حتة وخلاص، أنت هتقلقيني ليه؟ الموضوع إيه اللي كبير يا ولية؟ ما الواد بيلي قال إن 5 عربيات بوكس جم النهاردة وكانوا مليانين ظباط وعساكر ياما. طب أقول لك إيه، أنت مالكيش صالح بقى. أنا لما أعرف البوليس كان جاي يقبض عليا ليه هبقى أرجع. وبعدين كمان اطلع بقى من دماغي وما تدوشنيش، كاتك القرف من يوم ما عرفتك وأنت وشك نحس عليا. العاش عليك يا كباكر النهاردة يا باشا. العب. منور الدنيا يا معلم. ازيك يا سيد الصوار؟ ولا شيشه معسل وكوبايه بن تقيل للمعلم سيد شكمان. حاضر يا سكباكا. ليك وحشه ابو جدعان والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك جميل. الدعم يا صاحبي. احلى بنت عاوزها يا رايم. مش هتطوى يا صاحبي. ازيك يا كباكا، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، منور الدنيا والله. ربنا يخليك. احلى شيشه جاي مخصوص والليله هتبقى فلالي. وانا كنت في مشوارنا وحينه قلت تعدي ترمي مسا وتطيره بسيط. يعني يومين ثلاثه كده معاكم لحد ما اشوف ايه العباره. عباره تبقى بسيط لا مؤاخذه. قاعد لا بيا ولا عليا في القهوه باخد حجرين شيشه، لقيت الواد بيليا جاي جري بيقول لي الحق يا اسطى البوليس بيدور عليك وكابس على الورش. خدت ديلي في سناني وقلت يا فكيك، قلت اجرب معاكم هنا يومين ثلاثه كده ايه لحد ما اعرف ايه العباره، بدل بهدلت الاسامي. دورنا بسيط. صدق كده عيب، رحت بات في الاقسام وبيت اخوك مفتوح. انت كده مش اصلي يا راجل، ما شلتكش الارض نشيلك فوق راسنا ولا ايه يا وزه؟ يا كلش ابو صباح، اللي بيجيب من عنده التموين وقع ودل على زباينه وانت منهم ابو السيد. صدق ممكن او تكون مثلا دبت خناقه مع حد من زباين الورشه، وبعدين الحد ده ليه ظهر فهو سبب القلق ده كله اللي انت فيه. ما بيتهيأليش ان انا اتخانقت مع حد اليومين اللي فاتوا دول. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه ده؟ مفيش مره اقرا الجورنان الا ما الاقي حادثه او اتنين او ثلاثه عن الاغتصاب كل يوم. الدنيا ما عادش فيها امان يا استاذ صفوت. حوادث الاغتصاب اللي كنا بنسمع عنها زمان بقت دلوقتي كل يوم وعلى قفه من يشيل. بص بيقولوا ايه هنا بقى. استاذه ورئيسه قسم في كليه طب قصر العين ودكتوره صغيره ومعاهم ممرضه كانوا خارجين من مستشفى الصف قرب الفجر كده، وهم في الطريق طلعت عليهم عربيه ما تعرفش طلعت منين. هوب شمال يمين شمال يمين زنوا عليهم. العربية فيها مين؟ 3 بلطجية صيع خطفوهم
وفي مزرعة قرب المريوطية واغتصبوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذة ورئيس القسم ودكتورة وممرضة، هي الدنيا جرى فيها إيه؟ تصور، كانوا بيعملوا عمل إنساني سهرانين عشان ينقذوا حياة طفل صغير من خطر. بقول لكم يا جماعة، ما تيجوا بينا نقوم كده ونغير القعدة، نقعد عند كباكة في الشقة، حاسس جسمي كده زي ما يكون خد لطش برد. صح يا ابو العيال، يلا يلا حساب على الموتى مؤمن. والدكتورة عبلة أستاذ ورئيس قسم بكلية الطب القصر العيني. نادية. أيوة سعيد. هي الدكتورة عبلة لها واحدة في نفس القسم بنفس الاسم عبلة عبد الرحمن؟ يعني إيه؟ مش فاهمة. جاوبيني على قد السؤال. مش عارفة، الحاجة الوحيدة اللي أعرفها إن مفيش ست غيرها رئيسة قسم في الكلية. دول كاتبين اسمها بالمفتشر في الجورنان. هو في إيه؟ أنا مش فاهمة. اتفضلي خدي اقري وشوف أختك واللي حصل لها. استرها علينا يا رب. هي مظبوط ولا مش هي؟ هي. عشان كده الدكتور خيري جوزها طلقها، مظبوط؟ مظبوط. وكنت عارفه ومخبيه عليا، وكنت بتقفل على الموضوع، وكنت رافضه ان انا اروح اقعد مع الدكتور خيري واصلح بينهم، مظبوط؟ مظبوط. مظبوط يا سعيد. والموضوع ده حصل امتى؟ وازاي؟ ما كل حاجه منشوره عندك في الجورنال. الله. يا دي المصيبه السوداء. اوري وشي للناس ازاي؟ وكل اهالي العالي اللي بديهم دروس خصوصيه عارفين انها اخت مراتي. وهي ذنبها ايه بس؟ من غير كتر كلام، ليها ذنب؟ ملهاش. احنا في كارثه وفضيحه. ده حتى تفاصيل الخبر منشور بالكامل في الكورنان. اختطاف واغتصاب الاستاذ ورئيس قسم الطب القصر العيني. يا رب استرها يا رب. بقول لك ايه؟ خلي اختك تبعد عنا بقرها يا نادية. يعني ايه مش فاهمة؟ تقصد ايه؟ قصدي ان سمعتنا بالدنيا يا نادية، ولينا جيران عارفينها من ايام ما كانت طالبة قدامها حل من اتنين لما تيجي، يا اما تلم هدومها وتمشي من هنا، يا اما احنا نلم هدومنا ونشوف مكان تاني نقعد فيه. طب شو اسكت انت، هتلاقيها هي اللي بتضرب الجرس. بس يا عبلة زي ما انت شايفه بالظبط، دول كلمتين سعيد قالهم بس من صدمته. بس انت عارفه قد ايه هو طيب. اه طبعا قلبه طيب جدا، والقلب الطيب اللي مليان بخير بيبان وقت الزنقه، ومفيش اكتر من الزنقه اللي انا فيها. ما هو بصراحه بقى يا عبلة، بصراحه يعني ما تزعليش مني، انت اللي ركبتي دماغي. ركبت دماغي؟ بصراحه انت المفروض ان انت تتنازلي، حاولي تلمي الموضوع شويه ومش هيلاقوا حاجه يكتبوها في الجرايد والناس هتنسى. عنهم ما نسيوا، انا هنسى ازاي اللي جرالي؟ هنسى ازاي؟ دي حادثة مهما كانت كبيرة هتصغر مع الزمن يا عبلة، لحد لما اموت مش هنسى، واشوفهم قدامي في حبل المشنقة مش هرتاح ولا هيهدى لي بالي.